السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كلشيكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. صباحكم مبروك ونهاركم مبروك، اليوم الجمعة، طريق السلامة للجميع، الله يعاونكم والله يتقبل منكم صالح الأعمال. في هذا الفيديو هذا بغينا نشيروا لهذا الشارع هذا، وكنتمنى من الله نلقاو أذان صغيرة في هذا الباب. هاد الشارع هذا اللي كما كتشوفوا الوليدات هنا بعض المرات كيمشيو وسط الطريق بحكم ما كيلقاوش منين يدوزوا. كنتمنوا من الله ان الجهات المسؤوله في مدينه تمارا تاخذ بعين الاعتبار هاد الشارع هذا وتحيد لنا هاد الجزء اللي الوسط، وعمليه التشجير تحول للجناب والطريق تكبر ويدار مكان خاص بالراجلين، لان كما كتشوفوا السيارات هنا راه كنينو الناس قدام بيبان ديالهم، يعني كاين اشكال، كاين مشكل هنا. الطريق خاصها توسع، خاصها تعاود تولي فيها اناره مزيانه تشمل عمليه الاسفلت، لان كنشوف كل حفاري هنا حدا القواس. نتمنى من الله ان الطريق غادي يتقاد. كيما كتشوفوا معنا الله يسمح لينا من الوالدين. شوف هاد اللقطه هذه الاخوان، شوف الوليدات دخلوا يقراو والام كطل من الجناب وكتشوف الاب رد البال لولدو كيشوف واش دخل ما دخلش، واش الاستاذ ديالو ولا ما جاش. الله يسمح لينا من الوالدين، بيكبر بنادم ويعرف حق الوالدين. دائما مباشرة من مدينة تمارا، اليوم الجمعة، جمعة الخير، الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طريق السلامة للجميع، قول بالا الإخوان، كلشي كيكون خارج في نفس الوقت، كلشي باغي يمشي يقضي الغرض ديالو، كلشي باغي يمشي للمدرسة، كلشي هذا. ورد الله يجازيكم بخير. أمام مسجد الأنوار، اتجاه الحي الصناعي. هاد الشارع هذا حتى هو خاصو عملية توسيع، انا مكيلقاوش الناس فين يوقفو. الطريق كيوقعو فيها حوادث سير، كاين فين تكبر الطريق هنايا في انتظار، ان شاء الله في انتظار نشوفو انطلاق الاشغال. شفنا واحد عملية اسفلت اخيرة هنايا اللي كتعلق بمجموعة من الحفار، واللي الحمد لله عرضنا الطريق مزيانة بعدا في انتظار الاشغال الكبيرة. الله ليا في راسكم، ونتلاقاو فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.